كيف يعني لساتهم ما طلعوا من الجمارك؟ أنا ما وصلتهم على الطلبية على هذا الأساس. بتلاقي لي حل لهذا الموضوع بسرعة. رفيف خانو، بتحبي إني حضر لك شي تاكلي؟ شكراً ما بدي. رد على التليفون. خليكي انتي، انا بفتح. اهلا وسهلا بالصبايا. رفيف، بدي افهم ليش ما عم تردي على التليفون؟ حطيته صامت لحتى ريح راسي. شايفة شلون؟ حتى لو حاطة موبايلك صامت فينا نجي لعندك. بس مانا مطولين لانه طالعين. يلا. ليش؟ لوين رايحين؟ لوين يعني؟ بدنا نصيع. لا والله مو جاي على بالي ابدا. ليش؟ رح تضلي قاعده بالبيت وزعلانه؟ ايه صبايا، انا هيك حابه اساوي اليوم. صارت وصارت، خلينا نجيب شوكولا وفوق منا منجيب كمان فيلم رومانسي. لك يلا بلا حكي فاضي، فوتي البسي وخلينا نطلع. طلعي فيني، ليكون هداك الغليظ مراد هو السبب بهالشي. اكيد ما بدها اثنين يحكوا فيها. خلاص لا تبالغوا، ما في شي من هالحكي بنوم. انت يلي لا تبالغي، يلا بتحضري حالك وبتجي معنا. يلا يلا, يلا, يلا. لا تضلي قلبي خلقتك رفيف، شو فيها هالدنيا؟ يلا لشوف، اجينا لحتى نتسلى. فرديه لا تضلي هيك. خلص شبكون، لا تنقوا هيك فوق راسي، اكيد برتاح بعد شوي وباخد عالجو. طيب اذا هيك شو بتشربوا؟ برايي لازم يكون المشروب قوي لحتى نغير له مزاجه للست رفيف. عجبتني الفكره. وانا كمان عجبتني الفكره، ورح اعمل مثل ما بتكون موافقه. شكرا. ارجع ارجع ارجع، روحوا جيب لنا من هدول قد ما بتقدر. صحة الرجال الخوانين يلي بيوصلونا لهي الحالة. بس وحياتك نحن أقوى منهم ورح نضل قوايا كل حياتنا. إذا من هلأ عم نشرب هيك، كيف رح تكون حالتنا آخر السهرة؟ دخيلك، لا تسألي، كله مثل بعضه. معك حق. بتعرف اني كنت كثير مشتاقة لك. يا صبايا عندي فكرة، نروح على مكان تاني؟ هالمكان مسكر وحاسة حالي مخنوقة. وليش لحتى نروح؟ مبسوطين ورايقين. امتى رح نطلع؟ بعد شوي. طالع اليوم مثل القمر. انت من وين بتجيب هالحكي؟ هاي غنيتي المفضلة. أعطيني أعطيني واحد. هو أنا بدي. بصحتك. بصحتك. إيه؟ وين عم تطلع يا حلوة؟ شو قلتي؟ ما كنت شاردة. يلا بصحتكم. إذا بدك منروح على مكان تاني. لا شو؟ أنا مرتاحة كتير، بس لازم روح على الحمام. رفيف رجعي لهون، أنت شربانة كتير. شو صار له؟ شافته لمراد. يا الله لا تقوليها. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإطارات لتكون أول من يشاهدها.